السؤال الأول موجه لقطاع الشغل والإدماج المهني، وموضوعه تطبيق القانون وتوفير الحماية الاجتماعية للممرضين والممرضات المتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد المغربي للشغل لتقديم السؤال. السيد الرئيس، السيد الوزير، نهنئكم على الإجراء الذي اتخذتموه بصفتكم رئيس المجلس الإداري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يخص زيادة في المعاشات بنسبة 5% على أساس 100 درهم لا تقل على 100 درهم. هذا القرار الذي جاء على إثر قرار المجلس الإداري صادر سنة 2016، والذي كان يضم أربع نقاط، منها نقطة لم تتخذون إجراء فيها، وهي النقطة التي تتعلق بالممرضين والممرضات المتعاقدات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المصحة 13. فما هو الإجراء الذي أنتم بصدد اتخاذه لحل هذه الوضعية المزرية لهذه الفئة من الممرضين والممرضات؟ الكلمة للسيد الوزير للإجابة على السؤال. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار. هذا الموضوع ديال المتعاقدين مع الصندوق مع مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيهم ممرضين واطباء، هذا الموضوع هذا عرف البدايه ديالو منذ تقريبا 1988 نتيجه البروتوكول اللي كان من وزاره الصحه وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ثم بعد ذلك في 90 الى حدود نهايه 2000 الى حدود 2006 بعد الدراسه اللي دارت على هذه المصحات، السياسه الجديده اللي كان دارها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي التعاقد بهذه الكيفيه اللي كنشوفوها اليوم. الى حدود اللحظه عندنا 1006 ديال الاطباء في هذه الوضعيه و840 ممرض وممرضه. بالنسبه للوضعيه الاجتماعيه، الطبيعه القانونيه لهذا التعاقد شنو هي كالتالي: هو كينعقد كيتعلق ب تقديم خدمات طبيه في اطار مستقل، خدمات علاجيه في اطار مستقل. انا كنقول لك الطبيعه القانونيه اليوم التعاقد اللي كاين هو هذا. الحماية الاجتماعية لهؤلاء يمكن أن نتحدث عنها في إطار الحماية الاجتماعية للمستقلين، لا التغطية الصحية لا التقاعد، وهؤلاء غيتم الانفتاح عليهم. فضلا عن كل ذلك يتم إدماجهم أو توظيفهم بطريقة متدرجة. 2017 و2018 تم توظيف في سنة من 2017 إلى حدود 2019 تم توظيف 89 طبيب و 128 ممرض وممرضة، وتمت برمجة في 2020 27 طبيب و 90 ممرض وممرضة بسنة 2020. ولكن بالنسبة لهذا الموضوع كله مرتبط طبعا كما كتعرفوا جميع بالمآلات اللي ممكن أن أو المستقبل ديال الوضعية ديال المصحات ديال الضمان الاجتماعي اللي هي اليوم غناخذوا فيها قرار إن شاء الله في ما يستقبل من الأيام مع السيد رئيس الحكومه. الموضوع الملف امام السيد رئيس الحكومه بعد ما اننا رفعنا له السيناريوهات المحتمله بعد الدراسه اللي دارت على هاد المصحات. ان شاء الله نتمنوا في المجلس الاداري هذا المقبل، هذا اللي غيكون قريب ان شاء الله، اننا ناخذوا القرار اللي ممكن يحسم الوضعيه ديال هذيك المصحات بشكل عام، وهذا غيكون عنده تاثير على الناس اللي مشتغلين في هاد المصحات عموما. شكرا. الكلمة لأحد السادة المستشارين في إطار التعقيد. تحدثتم سيد الوزير عن العقد الخاص بهذه الفئة. لا، نحن لا نفهم. ممرضين وممرضات يعدون كأنهم مقاولين ذاتيين، يقدمون خدمات. كيف اش من طريقة هذه ديالنا؟ 20 عام، ما يزيد على 20 عام، وهاد الممرضين تيخدموا بنفس العمل، تيقوموا بنفس العمل اللي تيقوموا به الإخوان ديالو، ولا زالوا. المشكل في هذا هو انهم محرومين من ادنى الحقوق التي نص عليها الدستور، من ادنى الحقوق الاساسيه، وهي التغطيه الصحيه والتقاعد. فكيف يعقل ان هذا الممرض اللي كيؤدي خدمات وتيواسي المريض وكيعالجو هو بنفسه ما عندوش تغطيه صحيه، وتيعمل في مؤسسه اللي مفروض عليها تحترم القانون، اللي هي كطالب المقاولين بالتصريح بالاجراء ديالهم، وهذه المؤسسة لا تحترم هذا الدائر. يعني ما كاينش منطق. مؤسسة اللي مفروض منها تطبق القانون هي كتخالف القانون، هذا تنسميه تحايل على القانون. ما غير معقول. يمكننا نقولوا عقد خاص لمدة معينة يؤديوا عمل معين، ولكن لمدة 20 سنة وما تؤديوا نفس العمل،
هذا الشيء غير منطقي. اضافه لهذا هذه السنه الرابعه وحنا كنوضعوا هذا السؤال. القرار اتخذ منذ سنه 2016 وما كاينش حل. تنتمناو وهذا معهود فيكم السيد الوزير والجرأة اللي عندكم انه توجدوا حل لهذه الفئه، خصوصا انه مؤخرا كاين ثلاثه الحالات اللي وقعوا بالنسبه لهذ الممرضات اللي تعاداوا، وحده تعادات مرض الفيروس الكبدي ما لقاش لي دواء، الاخوان ديالها والاخوات ديالها جمعوا لها. مؤخرا كاينه عندنا اخت عندها 23 سنه تعادات في اطار واحد الفيروس ضربها في يديها، اليوم هي 17 اليوم وهي في المستشفى، وصلت الفاتوره ديالها تقريبا 13 مليون، شكون غيعدي لها 13 مليون؟ الاداره ما دارت والو. دونك هاد الناس تقاسهم بحالهم بحال باقي الشعب المغربي. خاصهم حتى هما توفر لهم على الاقل حمايه اجتماعيه وتغطيه صحيه. وتنتمناو باش تكون استجابه في هذا الموضوع، لانه طال هذا الموضوع وحنا كنطرحوا فيه. الكلمه السيد الوزير ليرد على التعقيب. شكرا السيد رئيس المستشار. لا دابا انت كتقول لي الموضوع هادي 20 عام ولا تفهم، دابا ما فهمتيش 20 عام هادي ماشي عاد دابا. لا الموضوع كيتعلق ب لي بريستاتير سميتهم بالعربيه، هادو مقدمي الخدمات ديال العلاجيه. هذا اطار ابلتي نقول لك. لا هذا القانون ابلتي هذا القانون منظم في اطار القانون اجتماعيه وغيرها عندها تبعات، ولكن القانون ما فيه ماشي تحايل. وتا هادو من الناحيه القانونيه لا يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق لا يخالف القانون في هذه النقطه. هادو مشمولين بالنظام ديال التغطيه الصحيه المستقلين والتغطيه الاجتماعيه اليوم اللي غادخل حيز التنفيذ. هذا مفهوم. وبالنسبه للموضوع اللي هضرت عليه انا متفق معك، خصنا نلقاو حل وان شاء الله كما قلت لك غنحاولوا نلقاو عام قريب، كن على يقين احدى السيناريوهات اللي اتفقت رئيس الحكومه ان شاء الله غنمشيو فيها عام قريب. شكرا. Okay.